تتواصل جهود فرق الإنقاذ في المغرب لانتشال الطفل ريان العالق في بئر لأكثر من 3 أيام في منطقة شفشاون. وفق ما أفاد به مراسل الشرق، فإن عمل الجرافات توقف وبدأت عملية الحفر اليدوي أفقيا عند مستوى قعر البئر، وتحذيرات من حدوث تصدعات وانجراف قوي للتربة في محيط الموقع، حيث يتم العمل على إنقاذ الطفل ريان. وأكثر التفاصيل نتابعها مباشرة الآن مع مراسلنا مباشرة من شفشاون، مراسل الشرق أنس عياش. أهلا بك أنس. أنس، إلى أين وصلت الأعمال الإنقاذ إلى حد هذه اللحظة، وما الذي تعنيه عملية الحفر الأفقية، وهل هي المرحلة النهائية؟ نعم رامي، عملية الحفر الأفقي هي المرحلة النهائية. كان يفترض أو بدأت بالفعل هذه الأعمال قبل نحو 3 ساعات إلى 4 ساعات، لكن عقارب الساعة وكأنها توقفت عند تلك الساعة بعدما حدثت انهيارات مفاجئة للتربة. انجراف التربة يجعل جهود فرق الإنقاذ تعود مرة أخرى إلى وكأنها تعود إلى الصفر، ليس إلى الصفر تماما، لكن وكأنها توقف عقارب الساعة وتوقف جهود الإنقاذ وتعرقلها. كانت هناك انهيارات قوية للتربة أثارت هلعا واسعا وسط الجماهير التي تتابع عمليات الإنقاذ هنا في إقليم شفشاون، حيث ما زالت فرق الإنقاذ مستمرة في أعمالها. عادت بعدما كانت قد توقفت الجرافات الكبرى التي كانت تجرف الأتربة من لإحداث هذه الحفرة بموازاة مع البئر التي يوجد بها الطفل ريان. عادت الجرافات مرة أخرى لتزيل الأتربة وآثار الانجراف الذي كان كبيرا في التربة خصوصا بمحاذاة البئر. بالتالي السلطات الآن وكأنها عادت إلى المرحلة التي كانت عليها قبل نحو 3 ساعات إلى 4 ساعات. ما زال فنيو التوبوغراف والتربة يرصدون قوة أو تماسك المنطقة التي يجري فيها الحفر بشكل أفقي كما ذكرت، بموازاة مع النقطة التي يوجد بها الطفل ريان، وهي 32 مترا تحت سطح الأرض. هذه العملية التي كما ذكرت هي أفقية، لأن العملية العمودية يفترض أنها انتهت ووصلت عند تلك النقطة، بالتالي تبدأ عملية أخرى أكثر احتياطا وأكثر حذرا، وهي عملية معقدة جدا، بحيث يتم تثبيت مواسير أو قنوات حديدية وأخرى إسمنتية أحضرتها السلطات، يتم تثبيتها داخل الجدار أو الجدار الترابي الذي تشاهدونه خلفي عند عمق البئر، حتى تضمن مرورا آمنا لفرق الإنقاذ، وكذلك تضمن عدم انجراف التربة التي هي هناك آلية تقترب مني، سأضطر التحرك. هناك كما قلت رامي، هذه المواسير أو القنوات التي تشبه قنوات تصريف المياه سيتم تثبيتها عند تلك النقطة عند عمق البئر، حتى تضمن مرورا آمنا لفرق الإنقاذ، وكذلك إنقاذا إخراجا آمنا للطفل ريان، بحيث لا تضمن عدم انجراف التربة حوالي الطفل ريان الذي ما زال يقبع بحسب السلطات في قعر تلك البئر. نعم، شكرا جزيلا لك أنس عياش.